موجز إخباري لأهم المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد. أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وقد وجه الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الانتاج الزراعي، وذلك بهدف تحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، وذلك من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً، وربط الانتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة وتوفير المزيد من فرص العمل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء مسابقة 30,000 معلم نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023. من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسابقة 30,000 معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه جاري العمل على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن قرار فحص عينة عشوائية لامتحان مادة العلوم الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية للنظر في مدى صعوبة بعض الأسئلة بعد شكاوى الطلاب هو إجراء طبيعي يحدث كل عام في حالة وجود شكاوى من الطلاب بخصوص أي امتحان، مضيفاً بأن هناك إجراءات تتم في مثل هذه الحالات، وندعو أولياء الأمور والطلاب لأن يطمئنوا وألا يكثروا من المبالغة على المواقع الإلكترونية في مثل هذه الحالات لأنها متكررة ونتعامل معها كلما تحدث باهتمام بالغ. أكد الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم إيقاف أي بطاقة تموينية بسبب عدم تسجيل رقم المحمول، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى لتحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين. وأوضح وزير التموين في تصريحات له اليوم أنه قرر مد فترة تسجيل أرقام التليفونات المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف، وذلك حتى نهاية يونيو من العام الجاري. كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وذلك بعد ضبط الفتاة. وبعد ضبط المتهمة أكدت أجهزة الأمن أنه ضبط بحوزتها كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. ختام الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، وحتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحية.